لقي طفلين شقيقين يبلغان العمر 12 و15 سنه ينحدران من حي كرمان في مدينه تيتيارت، حتفهما غرقا باحدى البرك المائيه المتواجده على مستوى مشروع سكني في طريق الانجاز، حيث تم انتشالهما من طرف مصالح الحمايه المدنيه ونقل جثتيهما الى مستشفى يوسف دمرجي بتيارت. المزيد مع ديار بندق. هي كانوا زعما هما يحوسوا يعاونوا العائله على غالب غير هما عندهم، هما عندهم دوك لما لما وش لما زعما ما يلوموش باش ياكلوا معاهم شا يديروا؟ كان هذاك الحل الوحيد تاعهم، ها طفرتهم سكر راحوا طاحوا ماتوا. جواز طاح ويحج الاخر يساعد فيه ماتوا في زوج، هاي قعدت مسكينه منهارها براسها. راحوا مساكين يلقطوا القوت هكا راهم تسمى يوميا يعني كما يقولوا هما المعيلين الوحيدين الاهل تاعهم. راحوا باي كشما هكا بس والله غالب راك تشوف البركه هذه راهي في شحال حافرينها بصح ما كملوش المشروع تاعهم قعدت في الطريق مخاطر كبيره نلقاوها هنا مخاطر كبيره من الدراري هالحنوش العقارب الهويش الحمان كل شيء كاع كل مخاطر تلقاوها الدراري نباتوا نظلوا نعسوا فيهم الدراري اللي كانوا يخدموا مساكين يلقطوا لمهمتهم طاحوا تباب الله يرحمهم الله يرحم أمة محمد جميعا والشعب راه يعاني هنا كاع يعاني اللي راهم هنا في الفوضى وراهم يعاني المساكين عن المرض انا عندي شير مع وقفي عمر 20 عام ولا ذاك صغار يخرج ولا غالب ويروح لك يلعب لك من هكذاك وشي شكون يعسو مو في الدار بكاش يعسو ولا غالب نقمو ماما ويشوفوا المعاناة تاعنا هكذاك وشي نتمناو ان شاء الله من السلطات يشوفونا يديروا لنا حل ما يخلوناش هكا مغبونين هكا شو ولادنا راهم يموتوا ولا غالب